كمان مدرب سيمبا روبرتو اولويفيرا النهارده كان اتكلم على المباراه، اتكلم على احترامه للاهلي، قال الاهلي نادي كبير، وهو شايف من وجهه نظره ان قبل كده سيمبا عمل نتائج ايجابيه في القاهره، فليه لا ممكن يعمل ده تاني. بس هو طبعا مش واخد باله ان المباراه دي بيلعب الاهلي، فالامر اكيد مختلف. عموما في تفاصيل وفي تصريحات قالها روبرتو اولويفيرا نطلع نسمعها من المؤتمر الصحفي، ولينا تعليق بعد تصريحات اولويفيرا. المباراة دي مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، علينا ان احنا نستعد ليها بشكل جيد للغاية. المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا، وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هم يشاركوا وان هم يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرة ان شاء الله. احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراة بكرة، عندنا ثقة كبيرة في قدراتنا. يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش عندنا حظ كبير ان احنا نكسب، ولكن التعادل برضو كان نتيجة جيدة بالنسبة لنا. احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجة عندنا في مباراة بكرة ان شاء الله. بالنسبة لمباراة بكرة فأنا متأكد أنه إحنا بنحترم النادي الأهلي احترام كبير جدا جدا، خاصة معروف النادي الأهلي في أفريقيا، ولكن على الصعيد الآخر أنا متأكد أنه النادي الأهلي هيبدلنا نفس الاحترام، خاصة أن إحنا أظهرنا في المباراة الأخيرة اللي كانت على أرضنا مستوى جيد للغاية، والمستوى ده أكيد هيدفع الفريق الخصم أنه هو يحترمنا وأنه هو يقدرنا ويقدر قدراتنا. لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن 7 اقوى فرق في افريقيا، وهي الفرق المشاركه في البطوله دي، فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا للمباراه نضع في اولوياتنا اشياء كتير احتراما للنادي الاهلي، وهم هيعملوا الشيء نفسه. We have your strategy, okay? مباراة بكرة زي أي مباراة أنا مش أحب أو أفضل إن أنا أتكلم عليها قبل المباراة، أنا هقدم كل حاجة عندي وعند لاعبين وعند فرقتي خلال 90 دقيقة، وهو ده اللي أنتوا هتشوفوه أثناء المباراة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الماضية أنا شايف أن أنا كنت إيجابي للغاية في الماتش اللي فات، وأتمنى أن أنا أكرر ده في مباراة بكرة، خاصة الشوط الثاني من الماتش اللي فات. الشوط الثاني من الماتش اللي فات ظهرت قدرات لعبتي وظهرت حاجات جيدة جدا، هكون حريص أن أنا أكررها في مباراة بكرة بإذن الله. روبرتو أوليفيرا كان إن هو كان شايف نفسه إيجابي في لقاء الذهاب. أنا على المستوى الشخصي وكل جماهير الأهلي تتمنى ما يكونش فيه حالة إيجابية في لقاء العودة، والأهلي يقدر يحسم المباراة مبكرا عشان يضمن التأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي في الدوري الإفريقي لكرة القدم.